السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات أول المغرب. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. هذه واحد البادية كانت فيها واحد البنت، يلا عندها شي 17 عام 18 عام بحال هكاك، وبنت زوينة تبارك الله وحادقة، وبنت البادية راها معروفة كديرة. المهم جا خطبها واحد السيد ولد البادية هو ينيت، ولكن كان خدام في المدينة، كان خدام كيبيع شريف الخضرة. المهم في الأول هو كان مهم غير كي عنده غير كروسة وصافي، المهم كيبيع شريف راسو خدام على راسو ما خاصو حتى شي حاجة. المهم من بعد ما تزوج بها مش ديك القضية ديال أنها تبقى في البادية هو يبقى خدام في المدينة، لا جاب معاه الواحد الدويرة كان كراه على الغرض هذا، جا حدا تسابى داكشي اللي لازم وبقى خدام على راسو. كانت عنده واحد الكروسة يخدم بها غير تما في السواق حداهم. المهم اليوم غدا اليوم غدا السيد يعني خدام على خير وبخير، عنده أمل أنه يدير الدار ديالو ويدير المحل ديالو. المرأة واش تبقى مربعة يديها؟ لا، يعني السيدة راه مولفة تمارها ومولفة الخدمة وما إلى ذلك، خرجت لك تعاونو، بداتلك تعاونو. جات عندهم الدار اللي كانوا كارينا، كان جات تقريبا حدا السويقة تقريبا الباب اللي بغينا نقولو كتفتحو فيها أصلا. المهم خرجت برا ودار شي صنايدقات ودار شي خدمات ديال بصح. السيدة خدمات تبارك الله، عندها واحد اللباقة واحد لسان حلو، كتعرف تتعامل، الناس اللي كيحطو ليها كتشكرهم، واحد المعاملة جيد طيبة. هي كتخدم وهو كيخدم، هي كتخدم وهو كيخدم، بقاو تبارك الله بشوية بشوية. ومع ذلك راه الولاد كتولد، ولات تبارك الله تقريبا واحد ربعة ديال الأبناء، ربعة ديال الأبناء ما بين بنات ولاد. المهم يوم غدا اليوم غدا الناس دارو جوج فلوس، قدروا أنهم يشريو واحد الدار، شراو واحد الدار وبناو ليها الفوق. كانت الدار لي غير سفلية، هما بناو ليها زاد واحد طابق أول. المهم ولتحت فتحوه كراجات وشراوها في واحد الموقع اللي هو زوين يعني في الشارع. المهم فتحوا هذوك المكازات، والمكازات كانوا كبارين، ولكن هاد الدار كامله تقريبا والمحلات راه كانوا مناصفه في الكسبه، النص ديالها والنص ديالو، لانه ما يمكنش ليه يضيع لان هي انسانه متابره وكتخدم ديال بصح. صافي ملي عمروا هذوك المكازات بالخضره والديسير وداكشي تبارك الله كبير وزوين ونقي ومستف ومقاد، وهي اللي مقابله هو ما كيدير والو تقريبا، هو غير كيمشي كيجيب الخضره والديسير من المارشي، لا اقل ولا اكثر، فقط كيجيب مع الهوندا وما الى ذلك. اما هي اللي كتحاسب، هي اللي تبيع، هي اللي تشري، هي اللي تقاد، هي اللي تقول هذه نديروها هذه ما نديروهاش هذه بشحال ما نجيبوهاش. المهم هي اللي كتجيري كلشي، انسانه تقريبا بحال داك اللي بيع الشراء تاع الخضرة والديسير، بحال كانت عندها بحال شي هواية أولا موهبة أولا شي حاجة يعني عطاها الله من أوسع الأبواب ديالو، وتقريبا خدمات لي المحل ديال بصح. توالاو الأعوام وتوالاو السنين، والسيدة كيما قلنا كضرب تمار ديال بصح، من هاد الدار من المحل من البيع الشراء من هاد الولاد التربية ديالهم من هنا من هنا. واحد اللحظة بدات عياق، أو تمار راكم عارفين ما حيتها طلع تصاوب الغداء الفطور تصبان تهوت تقابل الناس تقابل الخدمه تقابل كذا كلشي. واحد اللحظه ما بقاش بزاف كتريح في المحل، مره فيك كتجي ولا تقريبا غير هو اللي مريح راجلها. الناس ولاو كيسولوا عليها لانها كانت معامله بزاف، وعلى قبلها تقريبا بنادم اغلبيته كيجي، لان كما قلنا لسانها حلو ولابقه وكتعرف تبيع وتشري، حتى من هذوك الناس اللي كيليفريو لهم السلعه كيبغيو يتعامل معها هي على راجلها مزيان. ولا الناس جيران وكيعرفوها والناس كليان كيطلعوا عندها يشوفوها، لان كيما قلنا شويه عيات تربيه على الولاد وتمارا وكذا وكذا منها كلشي. واحد اللحظه غد ضرها واحد الرجل دراسه عطاتها صداع بزاف، بقات كتساعد معاه اليوم غدا اليوم غدا. واحد اللحظه صافي واحد الليله ما خلاتهاش الناس، عطاتها صداع بزاف، هزوها الدوار ليرجونس. ليرجونس قال لهم هذه خاصه شي تحاليل وما الى ذلك. المهم بقاو لي حتى داو واحد الطبيب وجرى التحاليل اللي داروها، قال لهم هاد الرجل هذه للاسف الشديد خاصها تفطر، يعني خاصهم يقطعوا لها رجلها، لانه الا خليناها غادي تولي واحد الكارثه خايبه بزاف لانها تعطلات السيده. صافي تم البطر ديالها، قطعوا لها رجلها كما قلنا صافي الله يعافي الجميع.
صافي جات للدار ندير هكا كيزو مريحه غير في ديك الكرسي المتحرك، بقات مريحه غير في الدار. طلعوا ده الناس شافوها وساوها كذا، وكل شيء كيتحسر الحال ديالها، مابقاش كتهبط للمحل ولا راجلها هو اللي مكلف، صافي غير راجلها تقريبا غير هو بوحدو، هي مقابله غير الدار والوليدات وصافي هادشي اللي كاين. مره مره كتهود عنده بصعوبه بالغه، يعني ما كتقدرش تهود. اليوم غدا اليوم غدا الراجل كما قلنا هو اللي ولا مكلف، هو الامر النهائي، وهذاك المحل تبارك الله راه كيجيو فلوس وعامر بواحد الملايين هي كبيره بزاف والرواج كاين. انا نقول السيد يعني راجلها ملي شد المحل ولات كتجي عنده واحد السيده، هاد السيده ساكنه غير في الجوار، مطلقه وكاريه تما وعندها ولد، ولد باقي غير صغير ولكن معروفه تما شويه ماشي تلي، راكم عارفين علاش كندوي. جيت عنده مرة دوي معاه هضرة زوينة، مرة تلوح ليه النمرة ديالها كذا، ماك مكدوش السي فلان وكذا 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 وكذا. السيد بقى قال حتى ولا كيعمر ليها الكفوة، عطيها دي سير خد راه كلشي وراه حتى الفلوس. السيد ولا تقريبا هو المعيل الرسمي ديالها، صافي دخلت طول عرض. هي المرأة كيجيو عندنا العيالات طبيعة الحال، كيجيو عندي يشوفوها يعني جيرانها والناس معاش ديولا، لأن كانت خدامة شحال من عام في ديك المحل. تقريبا الهضرة بدات كدور، بداو يقولوا بأن فلانة المطلقة راه كتجي عند وهذا الإشارة راه ماشي، أنا كنقول مطلقة عايزة الصفة لهاد السيدة هادي اللي كانت مطلقة، راه ماشي أي مطلقة بحال هكا حاشا ولله. راه مطلقات راه كاين شريفات عفيفات يعني كيصونوا أولادهم وما إلى ذلك، غير باش حتى واحد ما ياخدها كزعما كمعيار، لا ماشي معيار، هادي غير صفة لهاديك السيدة. ما عليناش، هنا يا سيدي العيالات بداو كيهضروا بداو كيقولوا، والهضره وصلت للمرأة، مرات الراجل مول الخضره، ولكن حتى واحد مأكد كيشوفوها كتجي كتقدا كذا، ولكن كيقول كاين شي حاجه كلي كيقول راه شافوه الناس دخل عندها كذا، ولكن هي ملي جات تشوف لقات فيه لان الهضره سوا ما تقدرش تكون صحيحه، لان السيد ما بقاش كيطلع مره مره، يلا كيجي تقضي شي لعيبات صافي وكيغبر. بعض المرات ما كيبانش حتى في الدار، وتقريبا المده الاخيره ولا من تم من المحل عندها ما بقاش اصلا كيطلع يشوف مراته وولاده، ما بقاش تسوق ليهم. واحد اللحظه بزاف فلوس ما بقاش، ما بقاش مصروف ما بقاش، والرواج كاين والخدمه كاينه، فين كتمشي الفلوس؟ واحد النهار سد المحل ومشى عندها للدار، قالت له تبعني هذيك السيده وتبعها وسد المحل. ياها ولادها قال له بدي راه بورا سيد المحل، ما يمكنش حنا راه النهار هذا راه الناس خدامين، عرفوه بانه مشى عندها. صافي هودوا ولادها بقاو معاه حتى هبطوها، فتحات المحل وبدات تخدم، هي اللي شدت المحل اللي تخدمها. ملي جا قال لها اشنو هادشي هذا، انت هابطه وكذا وراكي عيانه، شنو اللي خلاك تحلي المحل وتخدمي؟ وقال له وانت فينك، حنا لقيناك، حنا بقينا غير بالجوع، ما يمكنش المحل تبارك الله قد وداش كيدخل فلوس صحيحه، بقيت كتجيب حتى شي حاجه، ما كيبان حتى شي حاجه ما كتبان، بقيت حتى كنشوفوك تابع هنا جيت تابع فين كتمشي، فين كتضيع الفلوس هذه فين؟ خليني نوقف على شغل يا سيدي. كما قلنا هما راه مناصفه تما، قال لها تكبر الموضوع الله يهديك، فين كنمشي؟ عندي شي كليان كنمشي عنده كذا، واحد السيد صاحب نمشي نشوفو كذا كذا، صافي دور لها الحضره. السيده ولات كتجي عنده مره مره، يعني مراته ولات كتهبط تقابل المحل معاه، يعني صافي راه كتقابل شغلها. السيد مابقى كيجيب للدار شي حاجه والو، فلوس كامله كيديها لاخر والو، الدار ديالو ولادو سمح فيهم، سمح في خطره وحده. واحد النهار من النهارات وهي باركه في المحل ديالها وراجلها ما هنيت، قال حتى غتجي هذيك السيده، جات ما عاودوا لها الناس والعيالات بان راه فلانه كتجي عنده كذا كذا، ولكن ما عمر شافت شي حاجه. هي جات السيده عادي، المهم جات وخلات المراه، لان هي مراه بحالها بحالها خاصها تدوي مع المراه نورمالمون، دوات مع الراجل بواحد الطريقه ماشي هي هذيك، وطريقه مستفزه وما تسوقاتش للمراه وبدات كتلوع في الهضره وما عليناش. انا عقت بها قالت لي جيتي بعدا واش تي كتحشمي ولا لا، خليتي المراه وشدي دويتي مع الراجل وكذا، وزيدون ماكي على بحال ما كاب نوضات مع الاخرى، قالت لها تي مشي شغلك وانا كندوي مع الراجل وكذا كذا، نوضوا سباط. هنا ملي شاف الراجل بان المراه نوضات مع هذيك السيده اللي كتجي عنده، دار في مراته قال لها اش بغينا الشوه هذه جمعتي لنا عباد الله وكذا كذا، الناس تجمعوا، قالت لي مشي دو عباد الله
هاد المرة جاي عند راجلي بغى يديه ليا وكذا 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 وكذا، ما خلاتو عرف ولادو، ما خلاتو عرف مراتو، تلفاتو. شوفوا عباد الله، شهدوا على السيده هذه، الله ياخذ فيها الحق. انايا المرة الاخرى داروا فيها عباد الله والعيالات والناس، مشات في حالاتها. الراجل صافي هد الموضوع وقال لها انت ما فاهمه والو، السيده كانت تعاون معاها، انسانه مطلقه وعندها واحد البليد، سايب الله هذاك الشيء. المهم لم القضيه هنا ملي دارت له الشوهه مع هذيك السيده، لان شافت كل شيء بعينها دابا وفهمات، وكما قلنا هي عارفه كل شيء. قالت له شوف انت بان لي غادي تخلينا السيزي، انت يا غدينا افلاس، انا ولادي غادي نبقاو بالجوع، غادي نقسموا هادشي. هذا كما قلنا دوك المجازات كانوا كبارين، هي شدت مجازة هو شد مجازة يعني، وعامرين دي سير الخضرة وما الى ذلك. هي ولات خدامة في هذا القنت، وهو هو ولا خدام في هذا القنت. هنا الناس كيعرفوه وكيعرفوها، كما قلنا كيجيو عندها غير هي كيتقداو من عندها. اما هو ما بقى كيتقدا عنده حتى شي واحد، يعني دي سير ولا غير كيخسر، يعني كلشي تعاطف معها وعرفوه انه هو يعني فيه فعيل ديال الصبيان، يعني كيمشي عليك السيده، والسيده باقا كتجي ولك تاخذ بالليل وبالنهار، وكيمشي عندها هو داكشي اللي كيصورو بالنهار كيديه له بالليل، تمن شي فليسات كان حاطه في لابونك حتى هي خسر عليها. هنا المصادفه الغريبه ملي كمل وطب ودار فايت لهداك المحل خواه عليها، والفليسات في لابونك حتى يكملهم، جرات عليه هذيك السيده، جرات عليه ملي عرفاتو جيبو خاوي ما عنده شي حاجه. قالت لي بعد مني عطيني ساعه، شويت كنعي دابا اللي جاي عندي، تكملتي كلشي. قال لي سير عطيني تي ساعه، جلات عليه سدات عليه الباب. قال له الله يعاونك. هنا رجع عاد، هنا يرجع عند مراتو، جا عندها بقى كيتبكى عليها، وقال لها سمحي ليا، ودابا انا عرفت الخطا اللي دارت، وانا السيده تبعتها والشيطان والنفس، غير سمحي ليا وانا راجع لولد وليداتي، ولادو اللي ما كانش كيعقل عليهم، كان كيهز المصروف من المحل وكيديه للمراه وولدها، ولادو كيخليهم بالجوع. دابا ملي ضربوا القنوت والمراه جلات عليه وجيبو خوا عاجي عند امراتو. انا يدخلوا شي ناس قالوا لي انا على الشيطان هذا كيبقى بوات ولادك، صافي وانت مراتو وراجلك ما مالكم كيف ديرو، صافي سمحي لي الله يسامح. هنا قال لها اعطيني باش نعاود نعمر المحل. المهم عطاتو 5 مليون، عطاتو 5 مليون، والسيد راه من الخط تقريبا، ولا معمر المحل ديالو من مده وجديد، وراه من الخط كيسالي من الخدمه ديالو، وباقيين قاسمين، هي ما دارش فيه الثقه كليا، باقا قاسم المحل ديالها. ولا السيد خدام طرونكيل، كيجيو عنده الناس وكذا وكذا، ومره يبات عند مراته، ومره يغبر عليها شويه وكذا، ولكن هو نقول راه رجع عاوتاني عند ديك المراه كيرجع عندها، ولا كيدخل عندها ويبات عندها وما الى ذلك. عاوتاني ملي يجيبو عمر رجع ليها وشدات حتى هي، ملي شافته عاوتاني استعد الفلوس ديالو وما الى ذلك، ولا خدام عاوتاني بخير، استقبلاته، لان السيده طماعه على اخرى غير كتبروفيتي فيه، هو ما بغاش يفهم القضيه ما ليناش، ولا كيدخل عليه بزاف، ولكن ما بغاش يبين لمراتو غير بالتخبيه هذاك الشيء. واحد اللحظه من اللحظات صافي السيد تقوى وجيبو عمر شويه ورجع كيف ما كان. السيد قرر انه يتزوج بهذيك السيده المطلقه، مشى عندها وطلب منها الزواج. هنا يقول ديك الاخرى راه ما كانش باغي تزوج بيه، راه كانت غير كتبروفيتي فيه، كنقول بروفيتي فيه ونستغل فيه الماكسيموم، ونهار يجيب اخوه الله يعاون ما عندي من ندير بيه. هنا ملي اقترح عليها الزواج فكرات قالت ماشي مشكل نزوج بيه، وملي يكمل الفلوس وكذا نجري ليه عاوتاني ما عندي بيه غرض. صافي قالت ليه ومراتك شنو غدير فيها؟ وقال لها مراتي اش نقول لك، نلقى لها حل. المهم اش بغات دير؟ نتزوج انا مال نتزوجت بجوج، هي مالها سوقها ونطلقها كاع. ومن بعد المهم جا عند مراتو وقال لها، قال لها شوفها فلانة راه غادي نتزوج، غنتزوج فلانة الاخرى. هنا يعني ما تخيلوش الصدمة اللي تصدمات هاد السيدة هادي من بعد التعب والمعاناة اللي عانتها مع هاد السيد، حتى وقفات على رجليه ودار فلوس ولات عندو الدار والمحلات ولا بسميتو وكذا، وبسببه وبسبب المعاناة اللي عانتها معاه السيدة مرضات وتفطرات الرجل ديالها وعندو وليدات، في الأخير غادي يرميها وغيمشي يتزوج عادي كأن شيئا لم يكن. هنا قالت له شوف ولد الناس، إلا كنتي تبغي تزوج سير الله يسهلك، ولكن حاجة وحدة، إلا رفعت عليا دعوة ديال الطلاق أنا غادي نقدم لك هداك الشيك اللي نتا عاطيني. لأنها هي قبل ما تعطيه هديك 5 مليون كان دارت عليه واحد الشيك عطاه ليها،
وهو بطبيعة الحال ما عندوش 5 مليون في لابونك، يعني غتصيطو الحبس. قالت له انا غادي ندفع لك الشيك المحكمه. قال لها دبري راسك سيري دعيني سيري، المهم انا غادي نطلقك. مشى رفع عليها دعوى طلاق. ملي وصلت القضيه الطلاق مشات يدفع الشيك، جا وشدوه قال لهم صافي دابا نوجد الفلوس نعطيها عليها. هنا القاضي ملي شاف الدعوى ديال الطلاق، راكم عارفين يعني مسطره الصلح فيها جوج 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 جلسات، الا كانت البلاد جوج جلسات ما بين وحده وحده كيكون شهر. هي هذيك ملي دار بيناتهم داك الصلح وعاودات له على الظروف ديالها وبانها راه مرضات معاه وكذا وكذا وكذا، وبانه واحد ختنا دارت به. القاضي قال لي حشومه عليك هاد السيده هذه، زعما شين عانات معاه وكذا وكذا، زعما شين صبر حتى ما تكونش قليل الاصل، زعما شين السيده راه عانات معاك وضحات معاه وكذا وكذا. قال لا سيد القاضي لا غادي نطلق. المهم قال لهم سيروا فكروا مزيان واحد الشهر ورجعوا. مشاو، هو باقي مصمم على الطلاق وهي مصممه على الدعوه ديال الشيك بدون رصيد. وفي نفس الوقت كل واحد كيبيع في المحل ديالو. واحد النهار هو ما كانش، هي جات كتحابو كاين، هي ما شعراش براسها هي السيده، نوضاتها معاه دارت في المراه تخاصمات معاه، وهي سازت داك العكاز اللي كانت متكيه عليه وهي تعطيها الراس طف 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 طف، طيحت هتم قاتلتها. جمعوا الناس، جاو البوليس، كلشي تعاطف مع السيده الصراحه. قالوا للبوليس زربتي، كان بامكانك انك تطلقي والمحكمه غتاخذ الحق ديالك يعني عن طريق داك الشيك، غيتزج به في السجن. والله وانت صافي درتي الفلوس ودرتي وليدات وكذا، غادي ياخذ المصير ديالو. اش بغيتي دابا تعديتي على راسك؟ ما عليناش. تقدمت العداله قالت لي انا ما شعرش اللي حتى لقيت راسي كنضرب فيها، لان جات عندها واستفزاتها ربما بشي كلمات او الله اعلم. المهم قالت لي انا ما عقلتش على راسي اللي حتى ضربتها، تبادلوا الاتهامات وضرباتها. صافي هذيك تقدمت العداله هاد السيده هذه وتحكمات ب 15 عام ديال الحبس. هذه هي النهايه ديال الحلقه ديال اليوم، كنتمنى انها تنال الرضا ديالكم. دمتم اوفياء القناه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.